شايف ان الزمالك مازال منافس قوي على الدوري الممتاز هذا الموسم؟ ان الدوري لم يلعب منه حوالي 20% من الدوري المصري. اه 20% دولت لوحدهم لا يمثلوا حاجه. الدوري ده ماراثون كبير بنشتغل عليه. صحيح صحيح. رمضان صبحي قال دخلت في مفاوضات معاه وسط صفقه عبد الله سعيد مثل ما قيل، يعني انه كان الاثنين مرتبطين دايما اسمائهم ببعض. اقول لحضرتك من يوم ما تولينا مجلس الاداره وامتش المجلس ظهر تاني ورجع لرموزه، كل لعيبه كل اللعيبه المصريين وبالعكس لعيبه محترفه ولاعيبه افارقه ولاعيبه في الدول العربيه ساعه انهم يكونوا في نادي الزمالك. ده اللي اقدر اقوله بدون اسماء، لكل الناس كان ليها رغبه ان هم يكونوا موجودين في نادي الزمالك. عظيم جدا. الحمد لله. مش عايز اقول لك لو دلوقتي كان سعيد بينا، وانت لولا ان الامور ما اتاخدش كده ان في نص الموسم تغير 11 لعيب اثناء الموسم بالتبديل والاحلال ده يتم بهدوء وباسلوب فني اداري محترم كان الامور تبقى اكتر من كده. لا واضيف لك اضيف لك شيء يا كابتن احمد، عشان انا قلت الكلام ده برده امبارح، انه ما فيش فريق في العالم يقدر يشتري هذا الكم من اللاعبين في شهر يناير. ممكن اشتريه في اخر الموسم، لكن كتير من الانديه ما بتستغناش عن لعيبتها في شهر يناير في نص الموسم. دايما في نص الموسم صفقات يناير بتبقى صفقتين ثلاثة بالكتير وممكن اقل من كده كمان، لكن انك تقدر تعمل هذا العدد من الصفقات في الفتره دي فدي حاجه اكيد في منتهى الصعوبه.